من الاستراتيجيات الموجودة في المعرض هي استراتيجية أديوتينر، وكانت هي أحد الاستراتيجيات الأكثر بل والأشد غرابة من ناحية الاسم. هل دفعكم ذلك الغموض للشوق أن تعرفوا ما هي؟ إذن لنشاهدها معا. الاستراتيجية اسمها استراتيجية الإديوتينمنت. الإديوتينمنت مصطلح مركب بين مصطلحين، إديو من إديوكيشن أو التعليم، وتينمنت من إنترتينمنت اللي هو الترفيه أو التسلية. فإحنا بنضمن المتعة وفي نفس الوقت التعليم معها من خلال تطبيقين اثنين. التطبيق الأول اللي هو مسرح العرايس، الأولاد بيقدموا مسرحية معينة عن الدرس فيها كلمات من الدرس أو فيها قواعد معينة وبيستمتعوا بيها جدا، والمشاهدين كمان باقي الطلاب بيستمتعون وبيتبادلوا الأدوار، بحيث في نهاية الدرس يكون نسبة كبيرة منهم أتقنت مجموعة الكلمات ومجموعة القواعد. التطبيق الثاني منها تطبيق مكعب روبيك. مكعب روبيك هذا مكعب قابل للدوران في جميع الاتجاهات، عليه مجموعة من الحروف أو الكلمات. الطالب بيقدر يدور المكعب، اتفضل يا سعود طلع لي أي كلمة منه، لف المكعب وحاول تطلع منه كلمة أنت عارفها. مثلا المكعبات الفاضية أو البيضة في المكعب الطالب يقدر يحط بيها أي حرف من ذهنه بحيث نساعده هو، زي هنا مثلا يا سعود A-N-T أنت أنت زي كلمة أنت نملة. اتفضل يا خالد. أيوة نديك تلف كمان في الاتجاه الثاني. نعم نعم أيوة كده أحسن، بحيث يقدر الطالب يطلع مجموعة كلمات كبيرة أو مجموعة جمل يكون بيها قصة معينة أو قاعدة معينة. نفس الشيء هنا بس هذا على شكل أكبر اللي هو تقسيمة كتاب. الطالب يقدر يكون مجموعة صور كتاب معين بشكل. تفضل يا سعود ورينا. أيوة في هذا الاتجاه الصفحة الأولى، لو فتحنا الصفحة الثانية كده وهكذا. بيعطيني حوالي 12 صفحة أقدر أضمن فيهم قصة معينة أو فكرة معينة.